مشاهدي صوت بيروت انترناشيونال وبيروت سيتي عبر صفحة فيسبوك، أهلا بكم من جديد. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف داريان يصل في هذه اللحظات إلى السرايا الحكومية، تستقبله فرق المراسم والتشريفات في زيارة مفاجئة. هذه الزيارة لم يعلن عنها مسبقا. طبعا تأتي هذه الزيارة بعد إرسال الورقة المتضمنة المبادرة من قبل مجلس التعاون الخليجي عبر وزير الخارجية الكويتي. هذه الزيارة تأتي أيضا بعد عدم إرسال أي موقف رسمي حتى الآن يعلن عنه من لبنان فيما يخص هذه المبادرة العربية المرسلة بواسطة وزير الخارجية الكويتي. من المتوقع أن يصرح المفتي داريان بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هنا على هذا البوديوم. طبعا نحن سنكون معكم ومع تصريحه، وسنتابع معكم كل المستجدات وكل ما ينتج عن هذه الزيارة المفاجئة التي أعلنت عنها مصادر الإعلام في السرايا الحكومية قبل دقائق فقط من وصول المفتي داريان إلى هنا إلى مقر السرايا الحكومية. سنوافيكم بكل جديد.